تقول هذا وأنت تقول هذا، هذا المغرب وهذا الجزائر. الحمد لله خوت، الدين واحد ولغة واحدة. شتي يقول جدينا في الليالي راه فالعوم ما عنديش الحول. اجي دابا داخلي بالله اجي ب 600 كيلومتر للسعوديه ولا العوم شيء، وهذا ماشي المار هذيك الترطيقه هذيك ساعه. اي بان لي هو خارج واقيلا ضعف البرد. صباح الخير عليكم الحبايب ديالنا، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ الصحه لاباس؟ نتمنى من الله دائما تكونوا بخير وعلى خير والصحه مزيانه يا ربي. هو الاخوات المتتبعين ديالنا في الوطن خارج الوطن، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ نتمنى الله ديما كلشي يكون بخير وعلى خير. عندنا رادا رحنا ماشيين للسعيديه، رحنا خارجين منها مجدة، يلا خرجنا دابا ساحة مجدة، شادينا طريق كبيره وماشيين للسعيديه. قدروا نضربوا شي تبحيره على سخر الله، رحنا توحشنا البحر، نشوفوا البحر واخا شرا شرا هذايا حيل الحال مشى شويه، ولكن ماشي مشكل فوقاش ما جا الخير ينفع. عايد تبقى نلقاو دوره والمتتبعين ديالنا يمشوا معنا نشوفوا البحر السعيديه الى سخر الله على بركه الله، رحنا شادين الطريق ان شاء الله. خليكم معنا الحبايب ديالنا. دينا هذه راه يقولوا لها بني درار، هذه هي بني درار، هذه هي راه العاصمه د الشوه. ما كاين لك هنايا اي واحد هنايا كيقول لك يجوز على بني درار هنا ديما الشوه، كوطليط الكفته المهم مشهوره بالشوه. الشوه هنا دراسه. ما الشوه والثمار وداك الشيء المهم راه كل شيء موجود هنا في هذه بني درار من التاريخ، بالغصن هنا كان الحدود محلوله، كل شيء موجود. ويبيعون هذيك القوامل العلاس. قوامل العلاس. دي قوامل الكبارين. وارا الاغلبيه من هنا وداكشي العطريه كامون اللي بزار داكشي العطريه بالاطنان داكشي كان موجود هنايا وباقي لحد ساعه الله اعلم. حنا المهم هادشي اللي قلنا ما نسمعوش حال هادي. ها حنا اللي قلنا هاد المعاينه في الجزر معلقين. اييه اي ما قلت دابا القهوي والسوا هنا بلا غير بقى يبان ناخذ دخان المعاينه في الطواجن ولا ها انت قدام الشوي نزلوا نتغداو هنا ولا لا باقي الحال دابا. ها باقي الحل دابا على الغداء. باقي الحل على الغداء فعلا، ولكن بني درار عندها واحد بني درار عندها واحد النكهه تما خاصه. هذه مدينه احفير، رحنا وصلنا لاحفير، تحيه للناس احفير من هنا. مدينه احفير حتى هي جات في الحدود بحالها بحال المدينه اللي قلنا عليها دابا بني درار، بحال السعيديه بحال وجده، كلهم جاوا في الحدود مع الجزائر، الجزائر الشقيقه. تحيه للناس احفير من هنا، تبارك الله عليكم الناس تاع احفير، رحنا شادين طريق للسعيديه. تبارك الله شنو اللي جبال هنا عاد العالي، شوف تبارك الله الجبال هذا قداش جبال عالي هنا في البليصه هذه. البليصه هذه راه يقولوا بين الاجراف. شفت هذا الجبل هذا؟ وهذا الجبل هذا، هذا المغرب وهذا الجزائر. هذا اللي اون فاس دابا حنا نشوفوا فيه ديريكت. الجزائر هذه. ياه. الجزائر هذا. وهذا المغرب ها هو قدامنا. البلاصه هذه سميتها بين الاجراف. هذا الجبل الجزائر ها هو قدامنا بيننا وبينه لا علاقه تجي. الجبل هذا ديال ملي اون فاس ها هو الجبل هذا الجزائر هذا. هذا الجزائر ما بين شي والو. بلاتي ها المحطه هنايا صافي تما الجزائر. الجزائر احنا بلاتي ندخلوا لها المحطه هذه بلاتي بلاتي والله شي تنقوا واحد الاستراحه هنايا على تهودنا مع المشاهدين ديالنا على هذا جمعين كاملين سخر الله. وصلنا هنا المنطقة سميتها بين الاجراف، هذه المنطقة هذه راه سميتها بين الاجراف، الحدود ما بين المغرب والجزائر. احنا دابا احنا واقفين في الحدود، الناس في الجزائر هما فين هما؟ في بنو الرياض. هم الاخوه الجزائريين، تحيه للمتتبعين ديالنا في الجزائر اللي في الوطن ولا اللي خارج الوطن. انا كيفاش داخل المنظر هنايا في هذه الاجراف؟ هذه سميتها بين الاجراف. يعني كاين الجرف، جرف هنا وجرف هنا، هادشي باش قالوا بين الاجراف. صدق هي في منطقه حدوديه، يعني الحد هو هذا، هي جواز هذا، الحد هو هذا. كلاكسون يعني تحيه، يقول السلام عليكم الكبير الجزائر، يقول تبارك الله عليكم، حنا قلنا له عاوتاني وعليكم السلام عبيدانا، يعني بلا كلاكسون، هو كاع زي كلاكسوني مسكين يقول السلام عليكم تبارك الله عليكم، ماشي يربد هذاك السيد اللي جاز بالكبير عندنا. بهالمناسبة تحية للمتتبعين ديالنا في الجزائر داخل الوطن وخارج الوطن. نشكرهم بزاف بزاف. احنا قرابين عليهم. اصبح كامل احنا نسيروا لهم تبارك الله عليهم تما يسيروا لهم تما. هذاك الشيء اللي كاين واحد الشيرات مسكينات. الشيرات واحدة تديروا تريها شفتها تبارك الله عليك الشيرات. الله يعني على بريتها ماشي صوتية صحيحة. جيت تما ما فيهاش نقاش. لا واحد الملاحظة عندي أنا هنايا.
احنا صباح كامل دابا احنا خربين احنا واقفين هنا صراحه دابا راه مازال تقريبا شي ساعه ونص احنا واقفين هنايا قال لي يجيو الناس يوقفوا هنا بزاف وكذلك في الجهه عاوتاني الجزائر احنا خوت المغرب والجزائر خوت اشقاء خوت يبقاو خوت مهما كان كيف ما كان حد الخلافات يبقاو خوت خوت ديما راه يبقاو خوت هذه الحقيقه الحمد لله خوت الدين واحد ولغه واحده ايه الحمد لله كل شيء موحد وراه خوت هذه الحقيقه هي هذه هذه هي الحقيقه العظمى هي انه خوت هذه راه مكتوبه اللهم لك الحمد هي باش تعرف احنا خوت هي واحد خيتي مليين الله وصلت مسكينه عاد وصلت شير لي بحال هكا تاع لا عاوتاني شير مسكينه ليش انت بعدو تاع حياه ما دايجي ديك شي ديك تبارك الله عليكم باقي لنا واحد 4 كيلومتر للسعوديه غنمشيو نكملوها لان حتى البلاصه هذه هاد بالنجراف راه محسوبه على السعوديه هاد البلاصه هذه حنا راه محسوبه على السعوديه بقى واحد 4 كيلومتر للبحر باش تاكلوا على الله ودعوا الناس ديالنا ديالنا الجزائر اي اهل ودعوهم تبارك الله عليهم وغنزوجوا شدوا الطريق على بركه الله هذه هي السعيدية مدينة السعيدية دخلنا للسعيدية قربنا للبحر شوفوا البحر وشوفوا الأجواء كي دايرة في البحر كيفاش لاقي الأمور إيوا ولقاو تما دورة مع المشاهدين ديالنا مع المتتبعين ديالنا في البحر إلى سخر الله شايل لها رجال بلاد شاي لا رجال بلاد احنا وصلنا السعيدية المنطقة هذه راه في الحدود حدود السعيدية نهاية السعيدية هادشي هادي اللي تم الليل جهه هذا من اللي هنا مرسى بن مهيدي يقولها مرسى بن مهيدي هذه الجزائر خلاص حتى هو تما لابلاص ديال الجزائر ولابلاص ديالنا السعوديه هو هذا تبارك الله بان لابلاص ديالنا كبير بزاف الحمد لله غاشي بان لي هذه لابلاص هذا في حوالي 15 كيلومتر هذا لابلاص هذا وراه راه ما نجبد انا مشي لرجله راه عندك فيها نص نهار صحيح وهذاك بندر البحر هايز ماشي شويه حنا البحر هايز وشهر 10 هذا والحل برد وهذاك الحل برد هو الواقع ولكن فوق باقي طلع بشي عوبه فعلا تنخل واخا نجي مش عارف للسعوديه بنعو واش هو الواقع انا واجد للسعوديه انا راه 900 كيلومتراج دار لي بلاك لينا قال ما نعومش ما يمكنش راني بنعو الحق هي كيما تدعم ما هربش كيما نقدر شيء انا ما نتكاحش مع البحر غادي واش هو الواقع انا نجي للسعوديه واخا نقفل لي بنعو انا واخا فوق وتغنياني شتي قلتي لينا في الليالي راه بنعوم ما عنديش الحول ما عندي
عندي شي حل اخر غير عمان. فرصه ظهر ابيض متوسط هنا في السعوديه خاصني نترافي شي عمان بلا ما ندخلوا عليها. على بركه الله. جينا نقوس السندله ديالنا نلعبو نقوس السندله ديالنا بان نمشيو لدار ربعه هما السعوديه مع بعض بقينا دوره في البحر عاد دابا بان لي ضروري خصني نعوم واخا الحال مبرد شويه باع ساعات كل الحراره باع ساعات البروده بعدا نرضى نقول لك شكون؟ انتينا بان المرض الا ما عومتي بخاطر والهواء بارد ينفع الهواء قلت لك بان المرض هي اجي دابا داخلي بالله اجي ب 600 كيلومتر للسعوديه ولا نعوم شيء وهذا ماشي المرض هذيك الترطيقه هذيك ساعات شحال الطرق في الاخير اجي قال اش كاين؟ قال سيبت الجو بارد، سيبت الجو بارد عوم. انا ماشي شغلي لا مرض. هيا راه البحر فيه الهدوء، الراحة النفسية. اييه. ها؟ ندخلوا نضربوا شي عوم هذا. ايش؟ الناس باقيين يعوموا، الناس باقيين يعوموا، كاين العوم واخا قليل ولكن كاين العوم. دابا نهار هو بارد نهار سخون. هذا كان الجو سخون والله تندخل نعوم ولكن خساره. الجو دابا غدا يصبع سخون بعد غدا سخون. إلا كان غدا الجو سخون غندخل نعوم. إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. ندخل نعوم دابا ودي خليك تبقى تبقى. والله سيدي ندخل نعوم بالصحة والراحة. يعطيك الصحة. واحد. راه هنا دابا ندخل نضرب شي عومة. قلت لك أنا إلا مرت ماشي شغلي فيه. سمعتي شنو قلت لك قبايل؟ اه. لا ما عمتاي. اه. إلا ما عمتاي ديك الساعة العاد أنا مرض واخا. أجي حتى للسعودية وما نعومش. الله يهدي. يلا الله يهدي. شوفي واخا هايدة حنا نقول لك هايدة ولكن جاني منها الغيرة. خاصني ندخل نعوم. خاصك تخدم يلا. يبان لي هو خارج واقيلا ضعف البرد لا سيدي لا ما سوبر والله ما كاينش بروده بالنسبه للماء شتي الماء والله الا سوبر والله ما كاينش بروده حاجه واحده اللي صعيبه نهضروا للواقع الماء صعابي البحر هايج واش هاد ولا البحر هايج الموجة ترافي عرفتي الموجة راه ضربه ترافي ولكن الماء والله سيدي المهم الى نروح للعمر. ماشي باردين لا ماشي الماء والبحر ديما الماء باردين زعما ما خطاش بالباط عليك البحر. اه علاش باخذ العمر دابا انا بلاصتي برجع نقي شي قطيشه ضروري ومؤكد. يلا سير سيدي صحة. دابا انت قلت لنا السعوديه دابا الانسان يقول لها السعوديه بحال قلت لك ما فيهاش اثار ديال البرد قول زعما هذيك البار تبقى القفقاف. حرام واش كاين الاثر ديالك الامواج قلت لك الامواج البحار هايش من مخيرين هما قضيه من الشطعه ديال النهار فهو هاد العومه في السعوديه بنقوز نهار نهار ديال العومه الله يعطيك الصحه الله يدير انت رائع بالله والعومه الى الزايده لا ها ساره لاش خساره شويه وهي دابا حاتي جديد ما حاتي تدخل الماء يبان لك عادي الله دابا انا عارف عند راسي مرتاح هنايا دراهم تاع عومه والله العظيم العومه رائعه دابا اي تسمى عارف عند راسي بخير وعلى خير ودابا نجلسوا وتنعيوا عادي والله الا شبعنا عومه دابا انت انا بالشموع انت شنو تكلي؟ انا البحر قدامها ولا انا خاصني يكون الحال سخون البحر ها هو حدا كل شيء قدامها دابا الحال بارد الحال بارد اسيدي انا قلت لك البحر راه سخون الحال بارد لا يكلف الله نفسا الا وسعها انا واخا نجي لهنا في شهر جوج ماشي يكون على السحاب كون بنعوم والله بنعوم بنعوم ما يمكنش نجي حتى البحر حتى المحيط نقول المحيط حتى البحر الابيض المتوسط وما نعومش وهذيك الساعه كنا بنقيو الغريبه هذاك الفحك هذيك الساعه هذاك مدينة السعيدية تحية لنا السعيدية تحية سكان مدينة السعيدية مدينة السعيدية تاهي رائعة زعما الواقع هو هذا صراحة
السعيدية في الصيف غيكون بلان، ولكن دابا فيها لقيتها دابا الساح رائعة في اللحظة هذه، يعني بحيلة دابا فيها الكالم، ماشي ما فيهاش الناس، ما فيهاش الناس بزاف، ولكن الخير تبارك الله ما يقطع شيء، ولكن زعما ماشي بديك الحدة اللي عرف السعيدية في الأيام د الصيف، دابا القضية تما شوية شوية، ولكن أجواء رائعة، اللي يبغي الكالم يعني يجي في اللحظات هذه بشهر 10. بغي الهدوء ما يكون شيء صداع بزاف ما يكون شيء البشر بزاف في شهر 10 يجي في هذه الوقيته هذه. البحار في السعيدية هنا هي من أحسن البحور، أنا دابا هنا حاير طاقة سلبية، أيولي كله إيجابية، إيجابيات خايط من السماء، أنا يكون بحار مع مسيري هنا في القصبة السعيدية، إيجابيات خايط من السماء، اللي مليحة بزاف، الأثمنة مناسبة، أثمنة ماشي بحال شهر 8 وداك الشيء، أثمنة كلها بحيلة منخفضة بالعربية تعرف، هادشي اللي كاين، القضية الحمد لله الجودة راها مزيانة، وعلى كل حال ما بقالنا حنا إلا ودعوا المشاهدين ديالنا من السعيدية. الجوله معنا هنا في السعيديه داكشي روعه الصراحه، ونطلب الله المتتبعين المشاهدين ديالنا اللي ما حالفهم شي حظ يجيو للسعيديه يحالفهم في المناسبات القادمه ويجيو يزوروا مدينه السعيديه ولا بلاص ديالها. اخوان اخوات المتتبعين في الوطن خارج الوطن مشكورين بزاف، تبارك الله عليكم، عطينا حنا الكلمه الاخيره ديالنا. السلام عليكم، نتلاقاو فيديو اخر ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله يا ربي، تحياتنا لكم.